الخير مشاهدينا ومشاهدي تلفزيون الحياة، بنرحب بحضراتكم في حلقة جديدة من برنامجكم طبيب الحياة. كلنا عارفين ان زراعة الأسنان من التقنيات اللي حصل فيها تطور كبير جدا وتطور حديث جدا جدا، حققت كمان نسب نجاح كبيرة قوي. يعني موضوع ان حد كان يعوض أسنانه المفقودة كانت بتسبب له ألم، بتسبب له مشكلة، بتسبب له تفكير كبير قوي قوي، لكن تعويض الأسنان المفقودة ايا كان ايه السبب، لا قدر الله في حادثة، حتى الأطفال ممكن بيقعوا بيلعبوا بيحصل اي مشكله في مدرسه، لا كل ده اتحل دلوقتي بزراعه الاسنان. هنعرف التفاصيل كلها، هنعرف التقنيات الحديثه. خصصنا لحضراتكم كمان فقرات كتيره هنتكلم فيها عن موضوع زراعه الاسنان واحدث التقنيات. لكن مشاهدينا في بدايه حلقتنا خليني ارحب بضيفي وضيفكم، الاسم الكبير، الاسم الكبير في مجال طب الاسنان، دكتور عمرو سعد، اخصائي طب وجراحه الفم والاسنان جامعه الاسكندريه، دبلوم زراعة الأسنان جامعة نابولي بإيطاليا، زميل الجمعية الدولية لزراعة الأسنان بنيويورك، وعضو الجمعية الدولية لتقويم الأسنان، وأيضا عضو الجمعية الأوروبية لتجميل الأسنان. دكتور عمرو، يعني نورتني وشرفتني ومنور القاهرة كلها أصلا. يعني ده شرف لينا، ربنا يخليك. ربنا يخليك. دايما بنقعد نقول إن في تقنيات حديثة في زراعة الأسنان، موضوع بقى التفكير الكتير والألم الشديد والروح ما روحش لدكتور الأسنان، لا ده اتلغى. عايز أكلم حضرتك في البداية عن أحدث التقنيات في زراعة الأسنان. تمام. هو طبعا الأول كان الناس بتخاف جدا من زراعة الأسنان، صح، لأن هي كانت عملية وصعبة وكان الوجع بعديها بيبقى كبير، كان بيبقى فيها غرز أو خيط بعد كده، فبيوجع بعد كده البيشنت برضو أو بيوجع العيان بعديها. الحقيقة في آخر 5 سنين التقنيات زادت قوي والتطور زاد قوي، مع استخدام تقنيات الـ 3D والكمبيوترز والليزرز بقى الموضوع أبسط بكتير. احدث حاجه موجوده دلوقتي بنعملها في السنتر ان احنا بنعمل حاجه اسمها كمبيوتر جايدد سيرجي، او ان انا بحط الامبلانت بتقنيه ال 3D او بالكمبيوتر. دي بنعملها ازاي؟ سيمبلي البيشنت ما بيجي لي بنبعته يعمل اشعه مقطعيه او 3D. الاشعه دي بنفابريكيت عليها جهاز كده معين بلاستيك بيركب في بقه، بحط الامبلانتس او الزرعات دي ثرو الجهاز ده. الفايده من الموضوع ده ان انا مش محتاج افتح، يعني انا مش محتاج افتح في اللثه عشان احط الزرعات. يا موضوع الفتح في اللثه والمشرط والدم والكلام ده لا، مفيش، ما بقاش فيه مشرط، ما بقاش فيه دم اصلا في العمليه، بقى يقدر يعمل العمليه كلها في ربع ساعه، او هي خلاص ما بقاش يتقال عليها عمليه، من غير دم من غير غرز بعديها، وممكن يروح الشغل بعد العمليه على طول، يعني ممكن يحط الامبلانت من هنا يروح الشغل بعديها. دي ما بقاش فيها مشاكل. ليه؟ لان انا مش محتاج افتح، ما عنديش مشرط، فبالتالي مش محتاج بعديها اخد غرز. يعني فعلا الكلام اللي سمعناه صح، ان عمليه زراعه الاسنان بقت بدون جراحه خالص، ما فيهاش جراحه خالص، ما فيهاش فتحه. هو يعني الخلع مثلا بقى اصعب منها. يعني خلع السنان او علاج العصب بقى اصعب منها، لان انا في الحاله دي ما بفتحش، انا بحط الامبلانت ثرو الستانت او الجهاز البلاستيك اللي راكب في بقه، وبعد كده هو بيعض على القطنه ويمشي من غير خياطه من غير اي حاجه. يعني اللي حضرتك قلته ده هو تقريبا بيوضح يعني ايه زراعه اسنان بالكمبيوتر. تمام تمام تمام. طيب طيب احنا معانا فيديو الاول قبل ما اعرف الموضوع فيه خياطه ولا، يمكن حضرتك قلت، بس نشوف الفيديو. تمام. ده حضرتك تعلق لنا عليه. اوكي اتفضل يا دكتور. تمام. هو هنا احنا دي الاشعه ال 3D او السي تي، الاشعه المقطعيه اللي بنطلبها من البيشنت. وانس ان العيان راح صور الصوره دي في مركز التصوير، بنبدا احنا ناخد الاشعه بتاعته زي ما هو باين هنا على شمال الشاشه، واركب الكراونز او التلبيسات اللي العيان هيشوفها. انا هنا ببدا بالعكس، يعني ببدا ان انا اركب التلبيسات الاول وبعد كده اركب عليها الزراعه، زي اللي هي الحاجات الخضراء اللي محطوطه على يمين الشاشه فوق، يعني بركب زرعات تحت الكراونز اللي موجوده ذات نفسها. بختار بقى طول الزرعه وعرضها وحجمها والزاويه بتاعتها والبوزيشن بتاعها وكل حاجه باي كمبيوتر هنا، ان انا ابقى متاكد ان كل حاجه داخله جوه العظم بالسوفت وير، وان انا اظبطها كده تبقى ماشيه بالظبط مع التركيبات. يعني كل ده دكتور بيحصل على الكمبيوتر الاول قبل ما يحصل كل البلان دي زي ما انت شايفه بنعملها عادي على الكمبيوتر الاول قبل ما اجي ناحيه المريض خالص، ما بيجيش ناحيه بق المريض. يعني كل التجارب بقى بنجربها على الكمبيوتر. بالزبط. هو خلاص المريض ما بقاش حقل تجارب زي زمان. بالظبط. بجيبها بقى يمين شويه شمال شويه زي ما هو باين هنا، بعمل الزاويه بتاعتها كده، بعمل الزاويه بتاعتها كده، يعني بختار البوزيشن المظبوط ليها جدا على الكمبيوتر من غير اي حاجه. وبعد كده بفابريكيت الستانت اللي هو الابيض اللي على شمال الشاشه ده، ده الحاجه البلاستيك اللي انا بعملها على 3D برينتر، بطبعها واروح احطها جوه بق البيشنت، فيها ماتل تيوبس كده اقدر احط منها الامبلانت ثرو التيوبس اللي موجوده دي. فلو افترضنا ان هنا ده الموديل اللي هو اللي عليه السنان بتاع بق العيان، بركب الزرعات جواها ومركب عليه الدرسين اللي ورا، يعني هنا انا بحط زرعتين فوق يمين
وزرعتين فوق شمال, وبركب عليهم سنتين او ضرسين فوق يمين وضرسين فوق شمال برضو. تمام. بنبدا بعد ما نتاكد ان كل حاجه كويسه ببدا اركب عليها الكراونز برضو على الكمبيوتر. قبل ما اركبها على بقه بركبها في الكمبيوتر, اتاكد ان شكلهم كويس, لونهم كويس, ارتفاعهم مظبوط, كل حاجه فيها مظبوطه. وبعد كده كل اللي بعمله ان انا بدوس برنت. الصوره دي بتتنقل على حاجه اسمها 3D برينتر. هي زي البرينتر اللي بتطبع ورق عادي على الكمبيوتر بتاعنا الطبيعيه, بس هي برينتر بتطبع حاجات 3D, حاجات مجسمه. فبتطبع لي الاستانت ده مجسم كامل زي ما هو. الاستانت ده انا اقدر اخده من 3D برينتر على طول, اعقمه واحطه في بق البيشنت على طول, ونبدا نشتغل بيه من غير ما افتح ثرو سيمبلي الخرمين اللي كانوا موجودين في الايه الشاشه زي ما كانت. جميل يا دكتور. يعني زي ما بقول لحضرتك المريض خلاص ما بقاش حقل التجارب ان احنا نجرب, لا ما نفعتش لان نجرب حاجه ثانيه, لا ده الكلام ده انتهى خالص. وده اعتقد بتاخد وقت قد ايه الكلام ده؟ هو وفر للمريض وقت طويل جدا. يعني هو بس وانس ان المريض عمل الاشعه هو خلاص بيروح. احنا بنقعد ناخد في الوقت ده يوم, يعني احنا نقعد بقى نظبط الاستانت دي في يوم, بس هو المريض خلاص مروح. يجي تاني يوم على طول نحط الجهاز ونحط الاربع زراعات دول, ممكن يتحطوا كلهم في نص ساعه لان هو مفيش فتحه مفيش حاجه وكله باي ليزر وخلاص. وقفنا, مفيش مشكله ان هو هيعمل اربع زراعات في نفس اليوم, اربع زراعات بقه كله فوق وتحت, يعني مفيش مشكله منها لان ما بقاش فيها جراحه. فحتى البنج بتاعها بقى قليل جدا وبقى الموضوع سهل جدا وبسيط. يعني مشاهدين او اي حد بيفكر في زراعه الاسنان, لا انت ما فيش دلوقتي فتح, ما فيش مشرط, ما فيش دم, ما فيش عمليه اصلا, وبالتالي مش هيبقى فيه خياطه بقى بعد زراعه الاسنان. خياطه بالظبط بعديها. والالم بعديها بقى اقل جدا, او التورم, يعني هو مش هيورم وشه مش هيورم, ما فيش تورم. كانوا بيقعدوا بالاسبوع وبالاثنين. ده نتيجه الفتح ان انا بفتح فلاب كبيره وبعبر كل الكلام ده ما بقاش موجود, انا بقيت بحط الامبلانت على طول, فما بقاش فيه تورم ولا فيه الم, فبقى الموضوع ابسط بكتير. يعني دلوقتي الموضوع بقى سهل كمان لو حد عنده مناسبه, حد مسافر, حد عايز حاجه سريعه. لا هتتحل بالتقنيه دي باي تكنولوجي بقى, واللي ممكن نتكلم عليه الحلقه الجايه ان شاء الله. ان احنا بنركب الكراونز كمان ممكن في ساعتها, يعني هو ممكن نركب الامبلانس. الاول كنا بنستنى 3 شهور ل6 شهور عمال ما تلتئم بقى على العظم عليها. دلوقتي باي ريسنت تكنولوجيز ممكن نركب الكراون في ساعتها لو حد مسافر. تمام. حد عنده مناسبه ممكن يركب كل حاجه. لا هنتكلم عنها بالتفصيل في فقره جايه باذن الله. طيب في حاجه كمان كنت عايزه اعرفها من حضرتك, يعني حضرتك قلت لي لو هيعمل البق كله مفيش اي مشكله خالص. تمام. طيب لو في حد عنده مثلا جنب وجنب. تمام. يعني فوق وتحت. تمام. بتحتاج وقت ولا برضه نفس الوقت؟ لو فوق وتحت او جنب يمين مثلا وجنب شمال, لو بالجراحه انا كان لازم اعمل الاول الجنب واستنى التورم يهدى والالم يهدى وافك الغرز وبعد كده اركب الجنب الثاني. ده لو احنا كنا ماشيين على النظام القديم اللي هو بالجراحه. لو بدون الجراحه وعامله بالكمبيوتر انا ممكن اركب اي جنب مع اي جنب او فوق وتحت في نفس الوقت, لان زي ما قلنا مفيش غرز مفيش حاجه باي ليزر, فهو مش محتاج اي حاجه, هو بس بياخد وقت. مفيش فطريات لان انا ما فتحتش. هو كان المشكله دايما في زراعه انا بحتاج افتح في الليسه, فوانس ان انا فتحت في الليسه دي بقى اسمها عمليه. انا دخلت على سورجي, انا دلوقتي كانت بقى طبعا بتحتفظ بقايا الاكل, بقايا اي مشروب, كان كل ده بيعمل مشاكل الخياطه بقى اللي الناس كلها عارفينها, وبكتيريا كتير, مشاكل الخياطه اللي الناس كلها عارفينها. يمكن انت حضرتك يعني بتطمن الناس وبتقول لهم ان قد ايه الموضوع بقى سهل. مش عايزه اقول عمليه, يعني بعد اللي حضرتك قلته مفيش كلمه عمليه خالص. بالظبط. يعني هو بقى ده واقع. يعني احنا الاول حتى كنا بنحتاج ناخد وقت فيها, دلوقتي لا بقت جوه العياده عادي خالص في السنتر مفيش مشكله. وفي المواعيد العاديه, يعني حتى هو المريض ذات نفسه مش محتاج يحدد ليها وقت مخصوص او ياخد اجازه من بعديها. يعني زمان كنا نكتب له على اجازه يومين او ثلاثه من الشغل عشان لازم يريح والقصص دي كلها, دلوقتي ما بقاش محتاج حتى الكلام ده. يعني اي حد بقى يفكر في زراعه الاسنان يروح وهو مطمن بتقنيه زراعه الاسنان بالكمبيوتر, ما بقاش فيه اي مشكله خالص. زي ما قلنا لحضراتكم الدكتور عمرو كمان طمن كل الناس, ما فيش حاجه اسمها فطريات, ما فيش بكتيريا, ما فيش حاجه اسمها خياطه كمان بعد العمليه, ما فيش حاجه اسمها خد اجازه اسبوع وعشان خاطر هتقرر ان انت تروح تزرع الاسنان. كل ده انتهى خالص. واعتقد التقنيه زي دي سهلت كمان عليك كطبيب في زراعه الاسنان. هي طبعا التقنيه دي يعني سهلت الامر للمريض وسهلت الامر للدكتور. أكيد. يعني انا حتى بالنسبه لي بقى سيمبلي الموضوع, ما بعملش اي حاجه غير ان انا سرول بلاستيك. هي صعبت علينا الامر في خلال البلاننج بقى, وقت ما انا بجهز فيها. هنتكلم ان شاء الله في فقرات ثانيه, احنا مخصصين للناس فقرات في الموضوع ده. مشاهدينا اتكلمنا معاكم عن التقنيات الحديثه في زراعه الاسنان. كان منورنا دكتور عمرو سعد, اخصائي طب وجراحه الفم والاسنان جامعه الاسكندريه, ودبلوم زراعه الاسنان جامعه نابولي بايطاليا. نورتني يا دكتور. مشاهدينا اروح مع حضراتكم لفاصل سريع ونرجع نكمل فقراتنا المميزه من طبيب الحياه, خليكم معانا.
الخير مشاهدينا مشاهدي قناة الحياة، بنرحب بحضراتكم في فقرة جديدة من برنامجكم طبيب الحياة. يمكن الفقرة دي من الفقرات المهمة جدا لناس كتير جدا، من الفقرات اللي دايما نقول فيها احنا بننقل الحقيقة، كمان بنقول للناس انتوا خسيتوا قد ايه، بنعرف ونعيش معاهم الأجواء بعد ما خسوا كمان. انت يعني مبتسم ليه؟ بتسيبنا كمل. نعيش معاهم الاجواء دي، حسيت ان احنا يعني طالعين مصيف كده في القاهره، في استاد القاهره. هو فعلا صح، حاول ان انا وانا بكلم الكاميرا كده ما تضحكش، يعني جمله اعتراضيه بس مش مكمله بقى. لا كمل، نعيش معاهم الاجواء وبعدين. اه والله لا، هقول لك على حاجه، لما بيتصل حد بينا ويقول ان هو خس فعلا، احنا النهارده معانا كمان، هتخيل في حد بعت لنا صورته قبل وبعد، دي حاجه كويسه. انت كده عشت مع الاجواء ولا ما عشتش؟ اه طبعا عشت الاجواء، وانا واحلى حاجه كمان في الاجواء دي كمان ان انت بتحسي بسعادته. اه يعني مش الصوت لما يكلمك ناس من الاقاليم، لما يكلمك ناس من منطقه كبيره، الستات الكبيره في السن اللي تكلمك وتقول لك والله ده انا ما كنتش يا ابني بعرف اقوم، ما كنتش بعرف اتحرك، لما يتكلم واحد كمان ويقول لك جبت يعني حاجه لوالدتي، فاهم؟ ده بيسعدنا اكتر واكتر. ليه الالياف مفيده؟ ليه نتيجه ليه الناس بتبقى مبسوطه قوي كده انها بتخس؟ او ليه احنا دايما بنحارب السمنه؟ واحنا حتى لو تفتكر احنا شعارنا كان في طبيب الحياه في الموسم الثاني ان احنا نحارب السمنه. أيوه. او لو هتخس من غير الحس او لا للسمنه. احنا كل اسلحتنا وكل كلامنا طول الوقت موجه لمحاربه المرض ده، لان في تقييم منظمه الصحه العالميه وتقييم كل المنظمات العالميه بتقول ان السمنه دي مرض. طبعا لما بتشوفي النشرات الدوريه بتاعت كل التخصصات الطبيه في كل الامراض يقول لك ايه سبب من ضمن العوامل المساعده هي السمنه، ايه الفيرست لاين اوف تريتمنت او السلاح الاول في علاج اي مرض؟ يقول لك حارب السمنه. فبالتالي انت بتتكلمي على مرض هو شامل، متلازمه فيها كل المشاكل، وبالتالي لازم نقاومها بشكل كبير. هي بتاثر على الجسم، مفيش منطقه في الجسم ما بتاثرش بالسمنه. لذلك المريض او الناس اللي استخدمت الالياف لما بتكلمك سعادتها من ايه؟ فعلا والله رنا لو ما يعني كانش قادر بيتحرك، لا بقى يتحرك. انا عندي بالظبط، لو عنده الم في ركبته، لا الالم ده قل، انا عندي راح بيبقى قل. مظبوط. انا عندي صوره في ذهني لا تفارقني لمرضى كتير جدا جدا بيبقوا جايين سنهم كبير او سنهم صغير او متوسطين في العمر، وتلاقيه جاي داخل بينهج وعرقان طبعا، وبيطلع النفس بتاعه بالعافيه. ده فعلا بمجرد ما بينزل يستخدم الالياف وينزل 5 كيلو فجأة النفس بيشوفك في مره ثانيه بجد، جاي واقف بيتكلم معاك عادي، واقف بيتكلم معاكي كده عادي جدا، بيتكلم نفسه طالع، بني ادم طبيعي. اه ستيل مازال نزل بس 5 كيلو ولسه احنا بننزل اكتر، بس بيفرقوا بيفرق. بقول لك من واحد داخل فعلا بينهج وعرقان لواحد بيبدا يتكلم وقادر ياخد نفسه. فبالتالي الالياف ميزتها كبيره جدا. احنا مشكلتنا في مصر بالذات وفي العالم العربي عاداتنا الغذائيه شويه صعبه، وبنحب الاكل واكلنا حلو، بنصدرش على نفسنا واكلنا حلو واكلنا حلو، ويمكن بنركز وبنلحق نفسنا بعد وقت متاخر. يمكن الحقيقه الاجيال الجديده والزمن الجديد او نتيجه الكلام الكتير والطلوع في الميديا والاعلام والكلام عن السمنه والمنتجات خلت الامور شويه الناس تبقى احسن. صح، الجيل الجديد فعلا بيحافظ على نفسه، ولكن ستيل لحد دلوقتي برضو انت لما بتمشي في الشارع بتلاقي ناس كتير تخن. طبعا بتلاقي ناس كتير عندهم سمنه. احنا بنقول للناس يعني في زي عملوا بحث كده، جابوا مجموعه من الشباب اللي هو من 35 ل 40 سنه وحطوهم وشافوا معدل السمنه بتاعهم قد ايه. جابوهم ناس على معدل الضغط بتاعهم على الحدود العليا، يعني يعني لسه ما بقاش مريض ضغط، المرض السكر نسبة السكر في الدم كانت على الحدود بالظبط، يعني لو عليت عن كده هيبقى مريض سكر طبعا. وجابوا محيط الخصر بتاعهم لو محيط الخصر بتاعهم اعلى من الطبيعي، يعني معنى كده في سمنه في الوسط. الناس دي لما بعد حوالي 10 سنين لو ممكن حوالي 25% منهم بيصابوا بامراض الضغط والقلب ومشاكل الشريان التالي. طبعا فاذا احنا لازم نحارب السمنه. انت قادر تتحكم في شهيتك كنبي، واتفقنا واتفقنا تماما ان مفيش حل في علاج السمنه سوى انك تقلل كميات اكلك. صح. واوعى تلجا في النهايه للانظمه الكيماويه، واوعى تلجا للانظمه غريبه الشكل اللي هي انت تبص على النظام الغذائي بتاعك تشوفه لو غير مطابق انت مش هتقدر تكمله مدى الحياه. اذا ده مش نظام غذائي طبعا، ده نظام مؤقت، بمجرد ما هتنزل في الوزن وترجع لطبيعتك هتنزل اكتر من الاول. يعني على فكره في ناس بتتخن اكتر من الوزن اللي هم كانوا عليه. بالظبط. استخدام الالياف بيملى بقى الحيز من المعده. احنا بنشعر بالشبع ازاي يا رنا؟ بنشعر بالشبع لما المعده بتتملي، لما المعده بتتملي بيحصل لها تمدد، التمدد ده بيوصل رساله للمخ في خلال ربع ساعه بيقول لها
انا شبعت انا شبعت. طب هتعملي ايه في الناس اللي معدتها كبرت؟ انت لما بتخشي بالمنظار، لما كنا بنركب بالونه او نعمل منظار استكشافي، كنا بنلاقي ناس معدتها 3 لتر، يعني انت بتتكلمي في حاجه كده قد كده، يعني معده قد كده، فبالتالي دي هتتملي بايه؟ يعني لازم تتملي بالطبقين الرز وطبقين الخضار ونص فرخه. وهنا بيصعب علينا دول. هنا الناس دي فعلا يا جماعه عندها مشكله، الناس اللي عندها سمنه مفرطه عندها مشكله، هي بتحب الاكل كجزء نفسي طبعا، وكجزء يعني ميكانيكال، في جزء في حيز كبير عايز يتملي، يعني انت شئت ام ابيت هو عايز يتملي الجزء ده. بالظبط كده. احنا عايزين نحارب الاثنين. الالياف فكرتها كلها ان انت هتبدا نفسيا تتاقلم على كميات اكل قليله، لان انت الالياف بمجرد ما بتشربها بتملى ثلاث ارباع حجم المعده، وبتخلي لك ربع حجم المعده هو اللي موجود. فبالتالي شهيتك انت بتشوف الاكل قدامك ثلاث اربع معالق رز وخلاص، يعني اوتوماتيك كده هتلاقي نفسك بتاكل ربع الكميه اللي انت بتاكلها. بالظبط بالظبط يا ستي، نص الكميه بس رجيل. المهم ان احنا نقلل عن الكميات اللي احنا كنا بناكلها. الحاجه الثانيه ان انت معدتك فعلا هتبتدي تتاقلم على كميات الاكل القليله دي، لان الالياف زي ما قلت لك ما فيش، دي هي بتنزل بتتشكل بحسب المعده. حجم المعده مهما كان حجمها، هي ليها قدره كبيره جدا الالياف على امتصاص كميات كبيره من الميه. بمجرد ما بتدخل المعده بنقلبها الاول، بنقلبها في الميه عشان تمتص الميه وناكلها، بيبقى قوامها عامل زي زبادي كده. احنا عملناها كتير. احنا معانا كمان يعني الالياف بتتعمل ازاي ونتيجتها ايه كمان مع الدهون عشان نبين للناس. احنا عندنا كوبايتين زي ما انت شايفه، الكوبايتين دول هنعتبرهم زي ما احنا قلنا برضو دايما بنعتبرهم هي دي المعده. بالظبط. الكوبايه الاولانيه اللي احنا حطينا فيها الالياف دلوقتي دي اللي فيها الزيت او الماده الدهنيه اللي انت بتاكليها. تمام. انت طبعا ما بتاكليش دهون اللي الناس بتاكلها. نزلت 2 كيلو بالزبط. على فكره. بالظبط. نزلت 2 كيلو ننزلهم بالالياف. الكوبايه الثانيه دي عباره عن دي عباره برضو عن الالياف ازاي بتمتص الميه. لما بتمتص الميه بتكون قوام لزج يشبه قوام الزبادي او الجيلي. انت زي ما انت شايفه هي اتشكلت بحجم الكوبايه، يعني ما خدتش مثلا جنب الكوبايه وركنت فيه، او ان هي اتراكمت في جنب الكوبايه. ده بيدلك على ان انت هي بتتشكل بحسب المعده. بشكل المعده. بالظبط. بتقلبيها لحد ما تبقى عامله زي الزبادي وبتبداي تاكليها. هنا القوام بتاعها بيزداد سمكه، انت عايزه تحطي حاجه في المعده صلبه طبعا. مش سهله انها تجري على الامعاء، لان هي لو حاجه مش صلبه هتجري. ما ينفعش حاجه سايله يعني. بالظبط كده، لانها هتجري وتختفي وخلاص. لكن الفكره كلها ان انت بتكوني حاجه صلبه، الحاجه الصلبه دي بتمسك في جدران المعده. انت هتشوفيها دلوقتي المعلقه دي لما نقلب الكوبايه حتى مش هتقدري مش هينزل من الكوبايه، وبالتالي هو مركب صلب زي ما انت شايفه كده، بيقعد في المعده المركب ده 15 ساعه. فشعور بالشبع لمده 15 ساعة. هنا بقى لو انا جيت قلت لك قلل كميات الرز، هتقلل كميات الرز. قلل كميات العيش، هتقلل كميات العيش. المادة التانية، الكوباية التانية هنا دي ازاي بيتشكل الالياف، بتعمل كتلة مع المادة الزيتية او المادة الدهنية دي وتغلفها وتنزل بيها بدون امتصاص، لان هي الالياف دي على فكرة يا رانا هي هتنزل في الامعاء وتنزل في الاخراج. لكن لا تمتص. الجسم بقى مش هيمتصها هي لا تمتص لا تمتص. وبالتالي فهي غلفت المادة الزيتية دي ونزلت بيها. كمان هي ليها قدرة على اذابة الشحوم اللي ممكن تكون موجودة في الدم وتبعتها على مصادر الطاقه او مصانع الطاقه، احنا بنسميها في الطب اسمها الميتوكوندريا، تبدا تستخدمها وخلاص ونتخلص منها. تمام. هنا دي قدرتها على ان هي، لو قلنا الكوبايه اللي على اليمين دي قدرتها على انها تشكل وتكون مركب صلب جوه المعده، اللي على الشمال دي قدرتها على انها تشكل بتتعامل ازاي مع الماده الدهنيه اللي في الاكل. انا معايا مفاجاه قويه جدا برضو، انت كنت محضره معايا وانت معانا وانت المفاجاه دي عايزك برضو تقدميها للناس، لان هي حاجه جميله قوي. انت فاكر دكتور رضا طبعا اللي كلمنا الاسبوع اللي فات، هو قد ايه متحمس واحنا سعداء بيه جدا. دكتور رضا طبعا طبيب اسنان. دكتور رضا اهلا بيك. اهلا بحضرتك. منورنا يا فندم، واحنا بنكون سعداء والله ما بنسمع صوتك. الله يخليك يا فندم. والله يا دكتور رضا حضرتك بتدينا دفعه معنويه قويه جدا الحقيقه، يعني بان انت سعيد ومبسوط دي حاجه. لما نوصل لحضرتك، حضرتك طبيب اسنان، ونوصل لحضرتك وتقتنع بالحاجه دي وفعلا تفيدك، دي حاجه بصراحه بتبقى يعني شرف لينا جدا. اكيد جدا. طبعا. الله يخليك يا استاذ احمد، الشرف لينا. وانا بصراحه شاكر لحضرتك جدا 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 على المنتج. وانا سعيد بصراحه ان انا عرفت حضرتك، وكانت صدفه يعني الحمد لله ان انا بتفرج على حضرتك. ده احلى صدفه، ما كانش فيه اي ترتيب خالص. تمام. انا جربت حاجات كتير قوي قبل كده عشان يعني ادخل في الموضوع على طول، يعني من ضمن طبعا صفه الطبيب يعني فبتابع، يعني مثلا دكتور عادل حسني، معلش احاول اسماء بقى. تمام. لان انا عملت تفتيت وحاجات ميزوثيرابي والكلام ده، كل الكلام ده ما جابش نتيجه خالص معايا خالص. تمام. دي صوره، انا رحت الجيم مش متابع،
ظروفي طبعا ظروف الشغل وكده ان انا دي الصوره دكتور قبل دي الصوره يعني ايام ده كان الوزن كام؟ كان الوزن كام فيها يا دكتور؟ يعني اكثر 115 ده كان قبل ده ده كان قبل تمام يا دكتور يعني ده الوزن اللي كان تقريبا فوق ال 115 يعني تمام يا دكتور تمام انا جربت دلوقتي جربت حاجات دي الصوره هنعرض دلوقتي الصوره بعد يا دكتور احنا عاوزين نمضي معاك عادي السينما بقى يا دكتور رضا بعد بعد الشكل الجميل ده لا تعطيهم دي يوم الجمعه اللي فاتت بالظبط جميل يا دكتور جميل هايل جدا. هايل جدا جدا طبعا كامل الوزن يعني الوزن قد ايه دلوقتي يا دكتور؟ هو دلوقتي 102 انا كنت عملت يوم الاثنين اللي فات عملت مداخله مع حضرتك كان 104 النهارده بالظبط 102 يعني 13 كيلو باينين جدا يا دكتور فارقين قوي قوي مع حضرتك بصراحه طبعا بالنسبه لي الحمد لله حتى فارقين في حاجات كتيره صحيا وكل طبعًا. حاجه انا حاسس انا الحمد لله مستمتع يعني الحمد لله انا عايز اعرف نموذج لاكلك يا دكتور رضا يعني نموذج ليومك للاكل بتاعك في اليوم والالياف فادتك في ايه بالظبط الالياف فادتني كتير جدا انا كان على مدار اليوم ممكن ما اكلش يعني عشان ظروف بس الشغل والعياده والكلام ده كنت برجع بالليل كانت الشهيه طبعا بالليل هي اللي صعبه شويه بتبقى مفتوحه قوي يعني باكل كل حاجه وباكل بشراهه يعني تمام. مش عارف في الشبع لا انا دلوقتي الحمد لله يعني الفطار عادي جدا ممكن اخد توست مع اي حاجه شريحه جبنه بشرب كوبايه لبن شاي بلبن خالص دسم بس في وجبات في الوسط يا دكتور رضا في وجبات في الوسط كده ما بين الفطار وما بين الغداء والله ممكن فاكهه يعني ثمر فاكهه ثمر فاكهه جميل حاجه كده يعني حاجه كده خفيفه يعني وحاولت بس يا دكتور مش حاسس بالحرمان من حاجه يعني حضرتك بتاكل كل حاجه بس لا بكميه قليله والله انا تقريبا باخد يعني اللي نفسي تيجي فيه باخدها مفيش مشكله خالص هل في طبعا بقى بكميات اقل يعني المقاسات اتغيرت يا دكتور مقاسات اللبس بتاعتك اتغيرت ما ده اللي مزعلني بقى ان انا هشتري حاجات جديده كلها لا معلش يعني معلش بص يا دكتور رضا انا مقتنع ان مفيش اسعد من يعني شوف الفرق بسم الله ما شاء الله يعني قبل وبعد جميل يا دكتور وحضرتك بسم الله ما شاء الله يعني جميل المظهر فيعني ان شاء الله كمان مع النزول في الوزن بجد هتبقى يعني حاجه مهمه جدا وانت قلت حاجه حلوه قوي دكتور رضا صحتك يعني انت قلت انا كمان مش بس الشكل انا بتكلم على الصحه على الصحة أنا حضرتك أنا دلوقتي ملاحظ نومي اتغير نوم تقليبي على السرير إن أنا أعرف أتقلب براحتي اتغير والله يا دكتور رضا انا يعني بجد انا سعيد جدا جدا والله باتصالك وده يعني دي دفعه معنويه بجد ان احنا ماشيين على الطريق الصح وان الحاجه دي فعلا عملت معاك وفادتك وحضرتك يعني على قدر من العلم والثقافه كبير جدا فانا سعيد جدا جدا باتصالك وان شاء الله يعني هتنيك معانا وتكلمنا بقى لما توصل يعني 80 75 كيلو كده ان شاء الله وكده هتبقى نجم يا دكتور بقى ويعني تتقل علينا لا دكتور رضا بسم الله ما شاء الله يعني وسيم جدا فان شاء الله يعني الواحد سعيد لما توصلي الناس يعني الدكتور رضا طبيب اسنان وعلى قدر من الثقافه والعلم ويقدر يقيم الامور بتاعته كويس يعني بص النتيجه بتاعته اللي وصل لها 13 كيلو يعني مغيرينه أنا تماما انا عايز اقول لك ان بدون اي حاجه يا رنا احنا بنتكلم دلوقتي ده نزول في الوزن صح وبالتالي هنا لما يجي حد يقول انا ده الكرش ده انا البطن ده لا نزلت مع نزول الوزن كل حاجه بتنزل كمان في حاجه الوزن في الجسم كله ابتداء من الوش لحد بالظبط يعني هو الدكتور رضا نفسه هيشعر ان هو نزل في السن بتاع 10 15 باين سنه باين كمان يعني ده مختلف عن ده فطبعا يا رب الناس كلها تحقق النتيجه دي يا رب الناس كلها تقدر تتحكم في شهيتها لان زي ما قلت لك الشهيه والتحكم في الشهيه هي المصدر الرئيسي لنزول الوزن. طيب احنا معانا استاذه سمر اهلا بيكي. اهلا بحضرتك. طمنينا يا استاذه سمر قولي لنا بتستخدمي الالياف من امتى وخستي قد ايه؟ والله انا اخذتها اسبوع قبل ما اسافر لان انا كنت مسافره العمره. تمام. واخذتها اسبوع وخسيت عليها 3 كيلو في الاسبوع ده فكنت مبسوطه جدا يعني. يعني انت استخدمتيها في العمره ولا بعد ما رجعتي من العمره؟ شكلها بس كده انت توقفتيها بقى اثناء العمره صح؟ وقفتها اثناء العمره يعني رجعت اخدها تاني انا لسه راجعه اول امبارح الحمد لله عمره مقبوله ان شاء الله ان شاء الله عمره مقبوله ان شاء الله ان شاء الله ميرسي ربنا يخليك ميرسي جدا تمام. لا بجد المنتج حلو جدا وعجبني قوي وحتى قلت لكل الطبيعة يعني اتحكمتي في شهيتك انت شايفه ان هو فادك في ايه يعني ايه اللي فادك فيه؟ اصلا كان محسسني بشبع يعني انا كنت باخده قبل الغدا كان محسسني بشبع كل اليوم كنت باكل حاجه خفيفه بالليل قبل ما انام كويس استمري يا استاذ سمر على الالياف هتساعدك الى حد كبير جدا انك تغيري من عاداتك الغذائيه وانك تشبعي
بسرعه وان شاء الله نكلمك تاني وانت نازله وزن اكتر واكتر كمان. ان شاء الله يعني 3 كيلو في اسبوع ده رقم كويس جدا. وصوتها صغير في السن كمان. وصوتها صغير في السن وجايه بالعمره هي الحمد لله مبسوطه فالاثنين مع بعض يعني. ايوه بنعيش الاجواء ولا مش بنعيش؟ بنعيش الاجواء طبعا. احنا رحنا العمره وسافرنا اسكندريه للدكتور رضا يعني احنا واحنا قاعدين في الاستوديو انا وانت يعني. طبعا ده كلام جميل جدا. فزي ما قلت لك هي وبرضو ارجع لكلام الدكتور رضا لان انا سعيد جدا باتصال الحقيقه. ارجع واقول لك الصحه السمنه هي الباب الرئيسي للامراض كلها. طبعا بيقول لك نومي نفسه اتغير. نومي نفسه اتغير. تلاقي مريض السمنه ده اللي هو 115 و120 كيلو طول الوقت مش عارف ينام، طول الوقت بينهج وهو نايم. بيتنفس بصعوبه وهو نايم. وعمال يقول بيتقلب بصعوبه. مراته او اذا كان حد نايم جنبه بيقلق جدا من نفسه، في نفس صوته عالي. فيروح لدكتور الصدريه وهو المشكله كلها في. طب نشوف تجربه ام علي بقى. ام علي اهلا بيكي. كده ام علي. اهلا وسهلا. عامله ايه؟ معاكي. الحمد لله. ازي حضرتك؟ الحمد لله. عامله ايه؟ تمام. طمنينا كده قولي لنا ايه التجربه بتاعتك مع الالياف كانت عامله ايه؟ الحمد لله انا كنت 104. خدت الالياف. دلوقتي انا خسيت 5 كيلو. في قد ايه؟ في 15 يوم. 15 ممتاز. يوم ممتاز. جميل. انت وزنك كام دلوقتي؟ 99. دلوقتي 99. كنت 104. حلو قوي. حلو قوي. في اسبوعين يعني لو مشينا بنفس المعدل هنبقى حوالي 10 كيلو في الشهر. قولي لي انت كانت شهيتك بتبقى مفتوحه امتى؟ هي وقت الغداء. وقت الغداء كنت بتاكلي كتير يعني؟ كان ايه كميات الاكل؟ دلوقتي بقيت اقلل. كويس قوي. انا شايف ده برضو يعني حاجه كويسه. بس حاولي ما تحرميش نفسك يعني. حاولي برضو في العشاء تتعشي حاجه خفيفه كده ويكون في يعني. ما انا باكل مثلا كوبايه زبادي مع ثمره فاكهه كده زي ما احنا كاتبين لك يعني. تمام. طيب تمام. جميل. ممتاز ممتاز جدا والله. ان شاء الله تنزلي اكتر واكتر ان شاء الله. بنشكركم علي. هي ليه شعرت في الشبع في الغداء؟ لان زي ما قلت لك برضه واضح ان هي بتاخدها اللي هو زي اغلب الناس بتاخد الالياف وقت الغداء. قبل الغداء بحوالي نص ساعه. الالياف قبل الغداء بنص ساعه بتملى حيز كبير جدا في المعده او ثلاث ارباع حجم المعده، بيتبقى الربع. فبالتالي لو كانت هي ليه شعرت بكميات الاكل القليله؟ لان خلاص هي انت المعده فيها ستريتش او متمدده نتيجه ان وجود الالياف فيها، ففي رساله شبع في المخ. خلاص انت مجرد ما هتاكلي الجزء الصغير ده يا دوبك 3 4 معالق رز بتشبعي. هنا الحاجه الرئيسيه برضو اللي بتعجبني جدا ان خلاص انا عايز اعمل كنترول لوزني، انا زايد 5 كيلو، زايد 10 كيلو، زايد 2 كيلو. وشايف ان انا لو اتحكمت في شهيتي وقللت كميه الاكل هنزل 2 كيلو. انا شايف ان انا اكتر من كده يبقى لازم احط لنفسي خطه معينه عشان انزل فيها او مده معينه. اجبر نفسي بقى. بالظبط. هيساعدك كتير جدا الالياف في خلال 3 شهور ان انت تتحكم في شهيتك، ان انت تغير من طبايع اكلك. نيجي عند حبايبنا واهلنا مرضى السكر ومرضى الضغط اللي بيبقوا يدخلوا في حلقه مفرغه اسمها السمنه والسكر والضغط. دي مثلث الرعب. صح. ما بيقدروش يتحكموا في نفسهم، بتلاقيهم بيزيدوا قصريا بدون اي داعي. الانسولين والادويه والاكل وبتلاقيهم بيزيدوا بمجرد ما بياخد الالياف. الالياف في حد ذاتها لما بتشغل الحجم اللي انا بقول لك عليه في المعده ده بتخلي مرور الاكل في المعده ببطء، وبالتالي امتصاص الاكل ببطء يعني. وبالتالي احتياجه لكميات الانسولين بتقل. فبيقدر يعمل كنترول اكتر لمرض. هو بيشعر ان مرض السكر قل من عنده او ابتدى ينتظم. ابتدى ينتظم عنده. رانا احنا قعدنا فتره طويله جدا الادويه اللي موجوده كلها ممنوعه لمرضى الضغط والقلب والسكر لانها كلها يعني هو عنده ضغط وسكر وسمنه ومش عارف يعمل ومش عارف يعمل ايه ومش عارف يتحكم في شهيته. يقول لك انا باخد انسولين فلازم اكل فببقى جوع. هنا نقدر نتحكم في دول. مرضى الضغط اللي كان عندهم ضغط عالي جدا لان احنا مع كل كيلو دهون يا رانا زياده في الوزن الضغط بيعلى، ومع كل كيلو دهون بينزل الضغط بنقدر نتحكم فيه. الناس دي برضو كانت عندنا مشكلة كبيرة. الألياف عندها قدرة كبيرة على امتصاص كميات كبيرة جدا جدا من المية، لأن زي ما انت شفت دي شربت المية كلها وامتصتها. نفس الفكرة وهي جوه بتبتدي تاخد كتير جدا جدا من المية المتراكمة في الجسم وبتبتدي تنزل معاها في الإخراج، فبالتالي بتخفف اللود أو الحمل أو المية المتراكمة اللي موجودة في الجسم في الشرايين فتقلل الضغط. على مرضى القلب والضغط اللي عندهم مية كتير مركونة في المناطق بتاعت الرئة ومركونة في المناطق دي بتبتدي تنزل المية دي برضو، فبيبتدي نفسه يروق وفي نفس الوقت الضغط بتاعه يقل والسكر يبدأ يتحكم فيه. الأطفال كان عندنا مشكلة كبيرة جدا جدا. هنعمل معاهم ايه؟ هنتحكم فيهم ازاي؟ لا احنا قادرين نحرمهم ولا قادرين نديهم اي حاجة. بالظبط. الألياف ما فيهاش اي
مشكله. يعني عشنا الاجواء، عشنا الاجواء. شوف والله العظيم كنت لسه هقولها، عشنا الاجواء. لا احنا بنتمنى طبعا ان يجي لنا التليفونات اكتر، والناس كلها تقول تجربتها، ونتمنى ان كل الناس تقول خسيت بال5 كيلو في الاسبوع و10 كيلو في 15 يوم او شهر، ده حاجه بتسعدنا احنا. مشاهدينا وصلنا معاكم لنهايه فقرتنا، نشوفكم على خير في فقرات مميزه من طبيب الحياه. الى اللقاء.